مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي النقد اليوم في النشرة عند مشاريع استراتيجية خلاقة للثروة توسيا للجزائر بوهرام للحديد والصلب وفيروفيال وسيتال بعنابة الموجهتين لصناعة القاطرات. نتابع أيضا مشاريع التهيئة الحضرية بولاية أدرار، تحسين للواجهة العمرانية وتنويع لفضاءات الراحة لفائدة المواطن. تزامنا وموسم الاصطياف، الحديقة المائية بولاية ورقلة الوجهة المثلى للعائلات لقضاء أمتع الأوقات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، سجلت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين مؤشرات اقتصادية إيجابية جعلت منها شريكا استراتيجيا موثوقا للدول الاقتصادية الكبرى في العالم. فبرؤية استشرافية وقراءة رصينة للتحولات الجيوسياسية العالمية، رسم السيد رئيس الجمهورية استراتيجية واضحة المعالم لمسايرة هذه التحولات على أساس عالم متعدد الأقطاب، بهدف تمكين الجزائر من الولوج والانضمام إلى أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم على غرار مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي. وفي هذا المسعى ساهمت الجزائر في بنك بريكس بمبلغ مليار ونصف المليار دولار. هذا التوجه الجديد الذي رافع من أجله السيد الرئيس في كل خرجاته الإعلامية وزياراته الدولية يعكس عزيمة التحول الاقتصادي الذي تنشده الجزائر. أحمد خردي. إذا كان تفهموا على الأغلبية، الأغلبية راه عندنا يتفقوا، قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم، شو نفرض شنو فينا على البريكس؟ ما هي العمل يقدمه هنا البريكس ولا الشيء اللي يقدموه للبريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في جديد راه في النشأة نتاعو، قطب اقتصادي أولا، ممكن ياخذ صبغة سياسية كذلك. بنك البريكس اليوم إمكانيات المالية اللي موجودة فيه أكثر من إمكانيات تاع البنك العالمي. وحنا رانا شرينا اسهم، ننضم ولا ما ننضمش، بنك البريس راني مشارك في راس المال تاعو. بخطى ثابتة تسعى الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس التي تعد تكتلا اقتصاديا عالميا بارزا يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وبمواردها الطاقوية الكبيرة ومكانتها الجيوسياسية، حظيت الجزائر في أكثر من مرة بترحيب الدول الأعضاء في البريكس لتكون ضمن أسرة المجموعة التي تمثل 40% من مساحة العالم. الجزائر تمتلك أهمية استراتيجية كبرى تؤهلها لأن تكون دولة محورية في المنطقة، يمكن أن تفيد البريكس وتستفيد من البريكس بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم أهميتها الجغرافية، بحكم أنها بوابة لإفريقيا وبوابة أيضا للصادرات دول البريكس بالنسبة لأوروبا، ومع إمكانية إقامة مصانع لتقليل المسافة واستفادة من الموارد الأولية من الجزائر. الجزائر يمكن أن تستقطب المصانع هذه الدول، ويمكن أن تلعب دورا استراتيجيا لتطوير والاقتصاد الداخلي وأيضا تصدير السلع هذه الدول لدول في إفريقيا والدول الأوروبية. وبفضل ما تحوزه الجزائر من مقومات ومقدرات طبيعية وموقع جغرافي، يعد الانضمام إلى مجموعة البريكس هدفا جوهريا للاستفادة من الميزات التجارية المستقبلية وكذا الأنظمة المالية والنقدية العالمية خلال السنوات الخمسين المقبلة، حيث يرى الكثير من المتابعين أن الاستراتيجية الجزائرية تعتمد على الانضمام إلى كبرى التكتلات العالمية كالبريكس وشنغهاي والحفاظ على علاقاتها مع جميع القوى في العالم. وهذه الإمكانيات المادية والثروات الطبيعية التي تسخر بها البلاد تجعل مجموعة البريكس في حاجة إلى الجزائر، لأنها أولا تضمن لهم بوابة إفريقيا وكذلك حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد استغلال
وإنشاء موانئ كبرى على مستوى شمال الجزائر. انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس وبحسب المتابعين من شأنه أن يوطد مكانتها الاقتصادية والسياسية في العالم ويعزز دورها الريادي في المنطقة، خاصة في ظل التشتت الذي يعيشه العالم والاتجاه نحو تكتلات جيوسياسية وجيواقتصادية عجلت ببزوغ شمس مجموعة البريكس في الأفق. بتكليف من رئيس الجمهورية يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ابتداء من اليوم في زيارة عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية البنين وجمهورية غانا لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. وتعزيزا للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، خط جوي مباشر يربط الجزائر العاصمة بمدينة جوهانسبورغ أقول بمعدل رحلتين في الأسبوع. الخط الجوي المباشر من شأنه تسهيل تنقل أفراد الجالية والمتعاملين الاقتصاديين والترويج للسياحة البينية. موفدة التلفزيون إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا سهيل زيدو. بالماء كان برهان الوصول إلى مطار أوليفر ريغاند تامبو بعد قطع أزيد من 7000 كيلومترا، ليكون الاستقبال حارا لركاب الرحلة الأولى المباشرة بين الجزائر وجوهانسبورغ. لما يكتسيه هذا الخط الجوي من أهمية بالغة للبلدين. The opportunities are enormous. إنها فرصة كبيرة أن يكون هذا الخط الرابط بين شمال إفريقيا والدول الإفريقية بما فيها جمهورية جنوب إفريقيا. هذا الخط يسمح لمواطني الشمال الإفريقي الارتباط مباشرة ببلدانهم، وهذا يؤكد متانة العلاقات بين جوهانسبورغ والجزائر. فرحة كبيرة لزبائن الخطوط الجوية وفخر واعتزاز للطاقم الذي قاد الطائرة إلى جنوب إفريقيا. نسكن في أفريقيا الجنوبية مع العجوزة ومع العائلة. بارابول لو فول سي كيك شوز دو بيان، وهذا اير الجيري ان شاء الله حاجه مليحه علينا وكاع لي سيتواي تاع الجزائريا. حاجه هنا الفوليكي سقسنا تسلاتف باسكو افون تروحو نخدم ليسكال يوارك شويه ناكو مي توريكي سي تري بيان الحمد لله. C'est fierté pour l'Algérie. Et pour nous, c'est un honneur de faire ce vol-là, le premier vol inaugural Johannesburg. Inch'Allah, il y aura d'autres vols. هذا الخط الجوي الذي يعزز العلاقات التاريخية بين الجزائر وجنوب إفريقيا مسطر ضمن استراتيجية الحكومة في التواجد بالقارة، كون الجزائر بوابة لإفريقيا. ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني بتنويع الاستثمارات المدرة للثروة، يعمل قطاع الصناعة على تفعيل ذلك ميدانيا. مجمع توسيالي للحديد والصلب بوهران الذي يعد المركب الأكبر في إفريقيا أنموذج لاقتصاد جديد ودعامة لتمتين البنى الصناعية الاستراتيجية. ماسين حمية. اقتصاد قوي، شراكات استراتيجية وأرقام جديدة تحقق قفزة نوعية في صادرات البلاد السنوات الأخيرة، تترجم رشادة التوجه الحالي الرامي لتنويع مصادر الدخل، تكثيف الاستثمارات وتقوية القاعدة الصناعية الداخلية، ومنها تعبيد الطرق نحو الأسواق الإفريقية والعالمية. توسيال الجزائر وفي ميدان الحديد والصلب بفضل النظرة الاستشرافية القائمة على تنويع الشراكات الهامة لضمان تموقع إقليمي ودولي قوي
استطاعت أن تحقق عائدات من تسويق منتجات الحديد ذات الجودة الرفيعة والتنافسية، خاصة بعد كسبها لرهان تكثيف خطوطها في التصدير نحو دول عديدة. الرؤية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الجزائري التي هندست لمعالمها السياسة الحالية للبلاد وفرت لهذا الاستثمار أرضية خصبة خلاقة للعملة الصعبة وإيرادات معتبرة للاقتصاد الوطني. صادرات قاربة المليار دولار هذه السنة تتضاعف جوان المقبل بعد بلوغ مشروع التوسعة لنسب متقدمة في الإنجاز، سيسهم في إنتاج مليوني طن في السنة من مسطحات الصلب تستجيب لمتطلبات السوق المحلية والخارجية. توسيال الجزائر تواصل في عمليات الإنتاج والتصدير، فيما سيعطي تموين المصنع بخامات حديد جارج بيلات دفعاً آخر يدر بعائدات هامة للاقتصاد الوطني. ولدفع بعجلة الإنتاج ورفع من وتيرة التصنيع، يعمل المختصون في شركتي فيروفيال وسيتال بعنابة المختصتين في صناعة عربات القطار والترامواي ولوازم السكك الحديدية على تطوير مجال الشراكة التقنية مع جمهورية الصين الشعبية في مجال تنفيذ أشغال التركيب والصيانة والتحديث في الجزائر بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك لتغطية السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة عالية. نوردين بن عبسة. بفيروفيال عنابة تصنع لوازم ومعدات السكك الحديدية، ورشات بها عمال مهرة يصنعون ما كان يستورد سابقا، وتنفذ أشغال الصيانة والتحديث حسب الطلب. وبهدف تعزيز قطب التميز الحالي، فيروفيال تسعى إلى تطوير شراكة تكنولوجية مع شريك صيني. العربة هي في نسبة اندماج ما بين 60-70%، تبقى 30%. نحن نعمل مع بعض الشركات الأجنبية مما فيها شركات صينية من أجل إدماج هذه 30% الباقية. نحن دائما في مفاوضات حتى نصل إلى النتائج التي ترضي الطرفين، وخاصة الطرف الجزائري، وهو نسبة الإدماج وانتقال التكنولوجيا اللي نحرص عليها إلى شركة فيروفيال. اكتساب قدرات صناعية حديثة في مجال السكك الحديدية مرمى سيتال تلبية لاحتياجات مشاريع ترامواي تركيبا وصيانة، فضلا عن إدامة كل معدات المترو وعربات القطارات منها البخارية وفائقة السرعة. شرعنا بمناقشات مع العديد من المختصين التكنولوجيين من بلدان مختلفة بما فيهم الصين في سبيل شراكة تقنية في مجال تنفيذ خدمات التركيب والصيانة. كما تعرفوا راي الصين راهي رائدة في هذا المجال، حيث في ظرف 10 سنوات قامت بتطوير الشبكة تاعها تاع السكك الحديدية عالية السرعة، حيث وصلت من 2740 كيلومتر إلى 40,000 كيلومتر، مع تضاعف عدد الركاب من 1,500,000 إلى 3,600,000 راكب يوميا. زيادة أسطول الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بات يفرض إنشاء وتطوير القدرات الصناعية للمعدات بشكل مستدام بالجزائر. تحسينا للطابع العمراني وتوفيرا لفضاءات الراحة للمواطنين، تشهد ولاية أدرار عملية واسعة للتهيئة الحضرية مع انطلاق مشاريع تهيئة الساحات العمومية والطرقات. يقول محمد أمين بوتومي. لاستعادة وجه أدرار البهي تتواصل مشاريع التهيئة الحضرية بالمدينة. من بين المشاريع التي يركز عليها هي هذه الساحة العمومية التي شهدت الإهمال لسنوات طويلة، حيث ستهيأ لتصبح فضاء عائليا يجمع كذلك بين عدة أنشطة. المهم على سبي أنصير جيب كل شيء، فاهم مشاكل كل شيء، بصح كي الطريقة إن شاء الله بربي إن شاء الله تعطي مؤثر إن شاء الله مليح للمجتمع إن شاء الله. بعد الأمور كما هذه نتاع المشكل نتاع الساحة هذه، حاجة كما هذه مليحة، أماكن تاع الترفيه ما كانش هو الملون يترفه، سما كيما كيعاودوا لها التهيئة اسمها حاجة مليحة.
3 هكتارات هي المساحة الإجمالية لهذه الساحة العمومية التي تقع بحي تليلان والتي انتظرها السكان طويلا. في إطار البرامج التنموية تم يعني قطع شوط كبير على مستوى تراب الولاية من شبكات يعني حيوية كالمياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، طرقات إلى غير ذلك، وكذلك على المشاريع الخاصة يعني اللي عندها علاقة يعني بحياة المواطن وبحياة الشباب، كمثلا الملاعب الجوارية أو الساحات. الساحات تقريبا هذه عندنا أكثر من 70 ساحة على مستوى تراب الولاية. سيعاد الاعتبار كذلك بولاية أضرار للمحاور الدورانية، نظافة الشوارع والإنارة العمومية، كما ينتظر أن تنطلق حملة تشجير كبيرة بالمنطقة. في الذاكرة الجماعية يعد محمد بن عبد الكريم الزموري الجزائرية أحد أعلام الجزائر ومفكريها البارزين، وهو الذي كتب وألف أكثر من 70 كتابا في التاريخ والأدب والدين. مسيرة فكرية حافلة للراحل كانت في صلب ندوة فكرية نظمت بولاية برج بوعريريج بحضور أساتذة باحثين سلطوا الضوء على حياة وآثار هذه العلامة. التغطية لرياض بن مهدي والقراءة لعواطف عشاوي. الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية شام الثقافية أعادت بمحاورها المختلفة العلامة الراحل بن عبد الكريم الجزائري إلى مسقط رأسه برج زمورة. حاولنا من خلال هذه الندوة التطرق إلى عدة محاور، وهذه المحاور نابعة من الجهود والمستويات التي كان يعمل فيها العلامة. المحور الأول يتعلق بسيرته الذاتية وحياته الفكرية. المحور الثاني باحثا ومحققا. المحور الثالث أديبا وشاعرا. المحور الرابع ترجمته وتفسيره للقرآن الكريم. والمحور الأخير وهو إنتاجه الفكري والفلسفي. دكاترة وباحثون تطرقوا إلى جوانب مختلفة من حياة العلامة العصامي وأثاره العلمية التي فاقت 60 مؤلفا والعديد من التحقيقات. هو باحث ومفكر وناقد ومحقق، لم يلقى الاهتمام الكافي خاصة في الجانب الأكاديمي. له جهود في التحقيق، كان من السباقين لولوج هذا الفن بعد الاستقلال، ربما أكثر من 17 أو حوالي 17 كتاب قام بتحقيقه. المؤلفات نتاعو ربما حوالي 60 مطبوعا. وضع مسيرون لهذه الجمعية واللجنة العلمية وضعوا هدف كبير، وهو كيف أننا نمنح الفرصة للشباب وللطلبة أنهم يحظوا حذو هذا العلامة الذي وصل بجهده وبعصاميته، وصل إلى المستوى العالمي من الكتابة والتحقيق والتأليف والترجمة إلى آخره. هذه الرسالة الأولى اللي حاب نمدها للشبيبة وللطلبة خاصة. محمد بن عبد الكريم الزموري الجزائري يعد من أبرز أعلام الثقافة والمعرفة المعاصرين الذين وجب التعريف بهم وجمع آثارهم وإتاحتها للباحثين والدارسين. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة للجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت 2023 العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة خلال دورية استطلاعية ببرج باج مختار، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإيناميناس مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة. في نفس السياق تم توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا،
أوقفت مفاذز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 21 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و12 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 45,858 قرصا مهلوسا، وبكل من تامن راست وإنجزام وبرج باج مختار وإنميناس أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 135 شخصا وضبطت 11 مركبة و107 مولدات كهربائية و64 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و11 طنا ونصف طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 11 شخصا آخرين وضبط 12 بندقية صيد و 6753 وحدة من مختلف المشروبات و 51 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر ب 17,685 لترا بكل من برج باج مختار وتبسة وسوق هراس والطارف. من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجاء غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 242 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 105 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بحمادي عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز 1138 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام وكمية من المؤثرات العقلية. تم تشكيل دورية والتنقل إلى الحي الذي يقطن به المشتبه فيه، وتم نصب كمين وتوقيفه. أثناء التحقيق مع الموقوف تبين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تقوم بترويج للمؤثرات العقلية ببلدية أولاد الدج، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه واقتياده نحو الفرقة لمواصلة التحقيق. أسفرت العملية عن حجز 1138 كبسولة لدواء نوع بريغابالين 300 ميلي غرام، مبلغ مالي قدره 2100 دينار جزائري. تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط بحر الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنة و54 سنة، ينشطون في التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية الرسمية. وبعد التحريات تم تحديد هوية عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيفهم، وتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جماعة أشراف. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها أيضا أشغال اجتماع منتدى بريكس متواصلة بمشاركة الجزائر بجوهانسبورغ، وفي صلب النقاشات تعزيز التعددية العادلة والمنصفة وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية. تتواصل بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا حفصة، تفضلي. شكرا لك فضيلي. مشاهدينا أهلا بكم، موعدنا بعد الفاصل. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم. تتواصل بمدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا الدورة 15 لقمة البريكس بمشاركة وزير المالية العزيز فايد ممثلا لرئيس الجمهورية، حيث تولي الجزائر أهمية كبيرة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد وفي القارة الأفريقية. اجتماع منظمة البريكس الذي يأتي تحت شعار شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة يشكل محطة هامة في مسار توسيع المجموعة ويعطي دفعا جديدا للتحول إلى اقتصاد منصف ومتوازن على الصعيد العالمي. والجزائر تتطلع للانضمام إلى مجموعة البريكس كقوة اقتصادية عالمية جديدة، يأتي ذلك في ظل الديناميكية التي تشهدها بلادنا في كل القطاعات الاقتصادية بفضل حزمة الإصلاحات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني حقيقي بعيدا عن ريع المحروقات. هذه السياسة ترجمت في مؤشرات اقتصادية إيجابية، تقول خالدة حاج لالي. الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر ترجمت في مؤشرات اقتصادية إيجابية وأرقام حقيقية لم تشهدها الجزائر من قبل، حيث اقترب معدل النمو من 5%، فيما ارتفع الدخل الفردي إلى 4800 دولار، وقدر الناتج الداخلي الخام ب 255 مليار دولار. كل هذا مع الأريحية التي تسجلها الجزائر في ظل انعدام المديونية الخارجية. وتأتي هذه المؤشرات في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، الذي سمح باعتماد مشاريع تتعدى قيمتها 7.2 ملايير دولار، ما سيمكن من خلق أزيد من 50,000 منصب شغل. ديناميكية تزامنت وإعادة القطاعات الحساسة إلى سكة الإنعاش الاقتصادي من خلال بحث التنمية وتشجيع الصادرات في القطاعات البديلة لقطاع المحروقات، لتسجل الصادرات خارج المحروقات أرقاما قياسية بلغت 7 ملايير دولار، فيما تصبو الجزائر إلى بلوغ 13 مليار دولار لأول مرة آفاق 2024. هذا وتتجه الجزائر في استراتيجية جديدة لغزو الأسواق الأفريقية واستغلال كل الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار في عمقها الأفريقي، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الدول الاقتصادية الكبرى على غرار الصين التي تخطط لإقامة استثمارات في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار. تشهد الولاية والفتية تغورت حركية صناعية لافتة، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، وهذا بعد رفع كل العراقيل على المشاريع الاستثمارية، حيث تساهم إحدى المطاحن العصرية بالمنطقة في تغطية السوق المحلية بمادة دقيقة. محمد سنوسي عياد. بعد رفع كل العراقيل والمناخ الإيجابي للاستثمار، مصنع ومطحنة للسميد والصناعة الغذائية بالولاية الفتية جورت، مشروع استثماري يواكب آخر تكنولوجيا الإنتاج الحديثة للرفع من المردودية والجودة. مجمع الحمد لله موفرنا كل اللوازم والإمكانيات، مسؤول على الفارينة وعلى الخالة، ومسؤول الخط هو اللي وسموه. أما المجمع ضم شريحة كبيرة من العمال والحمد لله. لا باس، ما خدمة رايحة نورمال متابعين ومن اسم متواصلين بالعمل. بيد عاملة محلية مؤهلة يوظف هذا المصنع أزيد من 100 شاب من الولاية، يساهمون في تطوير وزيادة إنتاجية المصنع، وسعي دائم نحو تغطية الاحتياجات التموينية للولايات الجنوبية من المواد الغذائية. الحمد لله راهي في تقدم مستمر، خاصة على مستوى ولاية تجرت الولاية الفتية الجديدة، ما زالت بعض الأمور هنالك تنظيمية على مستوى الإدارة، ولاية جديدة الحمد لله مع الوقت سوف إن شاء الله تكون فيه تقدم إن شاء الله ملحوظ.
عزيمة فتجسيد فنجاح يرتكز على مناخ استثماري مشجع للمشاريع الخالقة للثروة وأبواب مفتوحة للاكتفاء والتوجه نحو أسواق خارجية تكون إضافة للاقتصاد الوطني. إلى الأخبار الاقتصادية الدولية، حيث سجل حجم التجارة بين الصين وإفريقيا نموا بنسبة 7.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري حسب ما أفادته بيانات رسمية صينية، حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والقارة الإفريقية 1.14 تريليون، لتظل الصين أكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية على مدى العقد الماضي. وبلغ إجمالي التجارة الثنائية 1.87 تريليون خلال عام 2022 بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان، وهذا خلال عام 2022. كما كشف أن التبادل التجاري بين روسيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك سجل نموا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.2%، ومع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقد نما بنسبة 14%. شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم لتهبط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وانخفضت أسعار البرنت إلى 1.25% لتسجل 82.75 دولارا للبرميل. إلى المعدن الأصفر الذي عرف ارتفاعا في الأسعار خلال تعاملات اليوم، حيث ساعد التراجع الطفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة على ارتفاع سبائك أعلى من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار، وارتفعت العقود الآجلة للذهب ب 0.3% لتسجل 1932 دولارا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب ب 0.31% لتبلغ 1903 دولارات للأوقية. ختام النشرة بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نلتقي غدا بحول الله. شكرا لك حفصة، كنت معنا في نشرة اقتصادية. دوليا، حل رئيس الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي مساء أمس بجوهانسبورغ للمشاركة في اجتماع بريكس بعد دعوة رسمية من المجموعة، رغم مناورات المغرب لاستبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في هذا اللقاء. نبقى مع ملف الصحراء الغربية، حيث طالب الاتحاد العام للعمال البرازيليين في مؤتمره بإنهاء الاحتلال المغربي وإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. هذا ونظمت تمثيلية جبهة البوليزاريو بمنطقة غاليسيا بإسبانيا بالتعاون مع حركة التضامن الإسبانية تظاهرة تضامنية مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال. فوزياتاج. في الوقت الذي يكافح فيه الشعب الصحراوي ضد التعسف والتعنت والظلم من الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة، تعلن وتتظاهر العديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وفعاليات المجتمع المدني مساندتها وتضامنها الغير مشروط مع قضية الشعب الصحراوي في تحقيق الحرية واسترجاع أراضيه المغتصبة.
الاتحاد العام للعمال البرازيليين في بيان له في اختتام مؤتمره أكد تضامنه المطلق مع هذه القضية العادلة، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل لحل النزاع وتطبيق قراراته وإجراء استفتاء عادل وحر ونزيه. كما نددت المنظمة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وفي مقاطعة غاليسيا الإسبانية وبحضور قوي للأحزاب السياسية ومجموعات برلمانية في مظاهرات أعربوا فيها عن دعمهم الكبير للقضية ومطالب الشعب الصحراوي الشرعية في تقرير مصيره. نحن هنا لدعم الشعب الصحراوي في مطالبه وبإجراء استفتاء فوري لتقرير مصيره، ونحن على يقين تام أنه سيكون مستقبلا حرا وداعما للسلام باستمرار. غاليسيا دائما كانت داعمة لقضيتنا من خلال المساعدات الإنسانية التي تساهم فيها بأكبر قدر في برنامج 17 مجتمعا في إسبانيا، فشكرا لغاليسيا ومجالسها. مساندة جاءت والشعب الصحراوي يحتفل بمرور نصف قرن من النضال واستئناف الكفاح المسلح لنيل الحرية. في موضوع متصل، دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التواطؤ المكشوفة للنظام المخزني المطبع مع الكيان الصهيوني والساكت عن الانتهاكات المتواصلة لهذا الأخير وجرائمه العنصرية في حق الشعب الفلسطيني. ففي وقت تتصاعد فيه عزلة الكيان الصهيوني على الصعيد العالمي وازدياد حجم التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المهدور، تمعن حكومة المخزن في تنويع أشكال التطبيع مع الكيان الغاشم ضد إرادة الشعب المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 21 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين حصارا وإجراءات عسكرية مشددة وحملة اعتقالات واسعة. وقد حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الكيان الصهيوني نتائج التصعيد وتداعياته الخطيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. تصاعدت حدة الحرائق في كندا واليونان وجزر الكناري الإسبانية وأجبرت آلاف السكان على إخلاء بيوتهم، بينما تتأهب فرنسا لمرحلة حرارة غير عادية قد تؤدي لاندلاع حرائق في مختلف أنحاء البلاد. سارة درارجة. سجلت ظواهر جوية قصوى وموجات حر مهولة أصابت ملايين الأشخاص عبر العالم خلال الأسابيع الماضية، تفاقمت بسبب التغيير المناخي. وفي تركيا استؤنفت حركة السفن غربي البلاد بعدما تم تعليقها مؤقتا بسبب حرائق الغابات التي التهمت النيران فيها أكثر من 1500 هكتار. وباتت النيران في كندا تهدد 3500 منزل على بعد 150 كيلومترا شمال مدينة كيلونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى توجيه أوامر إلى عشرات الآلاف من السكان للمغادرة. وفرضت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء مقاطعة كولومبيا البريطانية، وصدرت تعليمات لنحو 30 ألف شخص بالإخلاء. وفي إسبانيا دمر حريق الغابات حوالي 8400 هكتار من الأراضي، وهي قفزة كبيرة منذ الرقم الأخير. أما في فرنسا فأظهرت خارطة الحرائق جنوب شرق البلاد إمكانية اندلاع حرائق في المنطقة بسبب الحرارة المفرطة. إلى أخبار الوطن، وفي إطار جولته الفنية بالجزائر، نظم اليوم الفنان طارق العربي طرقا ندوة صحفية بقصر ثقافة مفدي زكريا، عرض فيها برنامج جولته رفقة أبنائه في عدة ولايات، حيث سيكون له أول لقاء مع جمهوره الجمعة المقبل بمسرح الهواء الطلق، ليقدم روائع شارات وأغاني رسوم متحركة
بقيت خالدة في أذهان الأجيال، خاصة وأن الفنان ذو الأصول الجزائرية يعد من أهم المؤدين لهذا النوع. هذا وقد وضع منظمو الحفلة رابطا إلكترونيا في موقع وزارة الثقافة والفنون لحجز تذاكر الدخول. أولا بالنسبة للجولة بإذن الله، نحن عنا الجزائر 25، بعدين عنا في قسنطينة، بعدين في وهران. الجديد أنه أول مرة نعمل حفل أوركسترالي في الجزائر، مما يسعدني جدا، فهو كله يفترض جديد كلقاء، إنما هي الشارات نفسها اللي كانت اللي رافقت طفولتكم إلى الكبار. ونختم بأجواء موسم الاصطياف ومع الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة بولاية ورقلات، تجد العائلات في الحديقة المائية ملاذا للترفيه والاستجمام. محمد سنوسي. مع ارتفاع درجات الحرارة تسعى العائلات في ولاية ورقلة توجها نحو الحدائق والمساحات الترفيهية، فسحة لاستمتاع الأطفال بأجواء الترفيه في المسابح والألعاب المائية. عجبتني ياسر أول مرة جيتها، عجبتني الماء بارد والبرود والألعاب كاينة ياسر. عجبني البيسين هو نروح له كل يوم. رغم الناس راهي تخدم ما يقدروش يدوا كونجي بلا كرام قاعدين، على خير يقعدوا عندهم وين يجوا عندهم وين يروحوا. وإن شاء الله احنا نقولوا إن شاء الله يا ربي تعمم لنا الحديقة المائية اللي تعتبر الوحيدة على مستوى ولاية ورقلة، وراهي المتنفس الوحيد العائلي. ونتمنوا من السلطات المحليه والسلطات المركزيه ان يدعموا مستثمرين مثل مستثمر هذا. مشروع استثماري يدخل عامه الثالث، يسعى القائمون على هذا المنتزه تلبيه طلبات العدد المتزايد للزوار والتوسع في المساحات المستغله لتقديم اضافه نوعيه للعائلات وللمرتادين. الاستثمار الاجمالي تربع على مساحه 6 هكتارات، استغلينا منه الثلث يعني 2 هكتار، استغليناه كحديقه مائيه. عندنا باش نزيدوا نعطوهم حوايج اخرى لسكان المدينه، نعطوهم الالعاب تاع مدى السنه، لاكروندرو، الباطوت، القطار، العاب تاع الاطفال من الصغار للشباب، كل راهم كل هنا مازال غير التركيب تاعهم. نستنى غير الفرصة برك باش يعطونا فرصة باش نخدمهم. هي مشاريع مهمة تساهم في خلق مساحات ترفيهية للسكان وفرصة للأطفال لتقضية العطلة الصيفية في ظل العدد القليل للاستثمارات الترفيهية في ولاية ورقلة. نهاية النشرة إلى التذكير بالعناوين. ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، نقف اليوم في النشرة عند مشاريع استراتيجية خلاقة للثروة تسيا للجزائر بوهران للحديد والصلب وفيروفيال وسيتال بعناب الموجهتين لصناعة القاطرات. تابعنا أيضا مشاريع التهيئة الحضرية بولاية أضرار، تحسين للواجهة العمرانية وتنويع لفضاءات الراحة لفائدة المواطن. تزامنا وموسم الاصطياف، الحديقة المائية بولاية ورقلة الوجهة المثلى للعائلات لقضاء أمتع الأوقات. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.